حديثنا اليوم عن الحياة الثقافية في حلب في القرن العشرين. طبعا هذا لا يعني الدقة في أول القرن العشرين أو آخر القرن العشرين، وإنما الامتدادات والمؤثرات ودور حلب في حركة النهضة الثقافية على المستوى العربي. نلاحظ هذه الإرهاصات بدأت مع أسماء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر امتدادا إلى القرن العشرين في طليعتهم الإخوة مراش الثلاثة: فرانسيس مراش صاحب الرواية الفلسفية غابة الحق، وأخوه عبد الله مراش، وأخته المشهورة جدا مريانا مراش صاحبة المنتدى الأدبي الذي كانت تعقده في بيتها في حي الجديدة، وفي الصيف تعقده في بستان الأسرة في أطراف حلب. هذا المنتدى كان يضم نخبة من الأدباء والكتاب والمفكرين في ذلك الوقت من أمثال جبرائيل الدلال وميخائيل الصقال وقسطاكي الحمصي وبشير الغزي وعبد الرحمن كواكبي والشيخ كامل الغزي وسواهم، مما يدل على السوية الفكرية والأدبية العالية لهذا المنتدى. يمكننا أن نجزئ الموضوع إلى أجزائه، فنأخذ مثلا حالة الشعر، ثم القصة والرواية، ثم المسرح، ثم النوادي والمحافل الثقافية. فعلى المستوى الشعري يقف في طليعة الشعراء خلال القرن العشرين الشاعر العملاق عمر أبو ريشة، الذي يعتبر الابن البار لمدينة حلب وأحد أبرز شعراء العرب في العصر الحديث. عمر أبو ريشة اشتغل في السلك الدبلوماسي سفيرا لسوريا ثم للجمهورية العربية المتحدة في الهند وفي النمسا وفي البرازيل وفي الأرجنتين، وكان نعم السفير الذي ترك بصمة ثقافية في أي مكان وصل إليه. ولذلك نحن حينما نذكر عمر أبو ريشة نذكر قمة الشعر العربي في القرن العشرين، إلى جانب أسماء كبيرة جدا مثل محمد مهدي الجواهري في العراق والأخطل الصغير في لبنان وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم في مصر. عمر أبو ريشة له ديوان مطبوع كان لنا شرف أن نجمعه ونحققه، أنا والدكتور فايز الداية والدكتور سعد الدين كليب، ونشرته الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة في جزئين: جزء للقصائد وجزء للمسرحيات. طبعا ليس عمر أبو ريشة وحده من يملأ الساحة الثقافية الشعرية، لدينا أسماء مثل علي الناصر، مثل رخان ميسر، مثل الشعراء الذين لمعت أسماؤهم في النصف الثاني من القرن العشرين: محمود علي السعيد، عصام ترشحاني، ومحمود أسد. وفي طليعة هؤلاء الشاعر محمد كمال الابن البار لمدينة حلب، والذي تغزل بمدينة حلب في كثير من قصائده. طبعا إلى جانب أسماء كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. هؤلاء جميعا خلدناهم في كتاب عنوانه حلب الشهباء في عيون الشعراء، من 4 مجلدات قمنا بإعداده أنا وابني الدكتور حسن، وطبعته دار بريل للنشر في هولندا. وفيه ذكر لكل هؤلاء الشعراء وما قدموه من قصائد لمدينة حلب. طبعا
الشعر نلاحظ مدارسه، كل هذه المدارس نجد لها أثرا، سواء المدرسة الكلاسيكية أو المدرسة الرومانسية أو المدرسة الإبداعية أو المدرسة السوريالية أو ما يسمى قصيدة النثر التي ظهرت في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. يمكن أن ننتقل إلى الأعمال الأدبية الأخرى في مجال القصة والرواية، ونقف في النصف الأول من القرن العشرين مع اسم كبير جدا هو شكيب الجابري، الذي يعتبر الرائد الأول للرواية السورية في القرن العشرين. طبعا لدينا عدة أسماء، من أبرزهم على الإطلاق الصديق وليد إخلاصي رحمه الله، الذي كان من أعز أصدقائي ورحل قبل عدة أشهر وعمره 87 سنة، ترك أعمالا كبيرة تربو على 20 عملا في مجال القصة القصيرة وفي مجال الرواية، ولهذا نعتبره الروائي رقم واحد بالنسبة لمدينة حلب في القرن العشرين، وهو معروف على المستوى السوري والعربي، وترجمت كثير من أعماله إلى لغات أخرى. لدينا أيضا أسماء في هذا المجال، مثل الأديب الروائي مظفر سلطان، الذي كتب أكثر من قصة يمكن أن نصنفها في مجال القصة ذات البعد الرومانسي. الأسماء طبعا كثيرة في هذا المجال، يمكن أن نقف عند أبرزها، ومنهم الصديق محمد أبو معتوق الذي كتب القصة القصيرة وكتب الرواية، ويعتبر الآن بعد رحيل الأستاذ وليد إخلاصي يعتبر الرقم واحد من الباقين على قيد الحياة في مجال القصة. وهناك أيضا أدباء آخرون كان إنتاجهم أقل، مثل الروائي فيصل خرتش الذي كتب مسلسل باب الحديد، والروائي نهاد سيريس الذي كتب مسلسل خان الحرير. ومن الأسماء اللامعة أيضا في تاريخ مدينة حلب في القرن العشرين الأديب فاضل السباعي رحمه الله، الذي عاش قرابة 100 عام وتوفي في دمشق، وأخوه نادر السباعي، وقد قدما إنتاجا قصصيا وروائيا ومقالات على مستوى يمكن أن نعتز به وأن نفتخر. إذا انتقلنا إلى جانب الإنتاج الأدبي المسرحي، سنجد، وهنا أتحدث عن الكتابة المسرحية فقط لأن موضوع الإخراج والتمثيل يدخل في زاوية أخرى من الحديث. من هؤلاء الذين كتبوا في المسرح أيضا نجد اسم وليد إخلاصي في عدد من المسرحيات، ونجد أيضا محمد أبو معتوق في عدد من المسرحيات، وكذلك عبد الفتاح قلعجي بإنتاجه المسرحي الغزير، إلى جانب أسماء أخرى تحتاج إلى وقفة خاصة واسعة. هذا بالنسبة للشعر والقصة والمسرح. إذا أردنا أن نتوقف عند الظواهر الأدبية الكبرى، فنجد أن مدينة حلب ظهرت فيها أنشطة ثقافية على مستوى تجمعات، سواء كان ذات صفة رسمية مثل دار الكتب الوطنية والمراكز الثقافية المختلفة المنتشرة في مدينة حلب، أو جامعة حلب وبخاصة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومعهد التراث العلمي العربي، وبعض الجهات غير الرسمية
من أبرزها جمعية العاديات التي تأسست عام 1924، وكان لها نشاط ثقافي يتصل أساساً بحماية التراث بشقيه المادي أي العمراني وغير المادي المتمثل بكل الثقافات، اللهجات واللغات والموسيقى والمطبخ والعادات والتقاليد والأمثال وغير ذلك. والجمعية يقترب عمرها من 100 سنة، بعد سنتين سيتم الاحتفال بذكرها 100، وهي بذلك الأقدم ليس فقط في سوريا وإنما على مستوى الوطن العربي. ما يهمنا الآن الدور الثقافي الذي لعبته الجمعية من خلال آلاف المحاضرات على مر السنين والندوات الكبرى التي قامت بها لوحدها أو بالتعاون مع جامعة حلب أو بالتعاون مع وزارة الثقافة أو بالتعاون مع جهات عالمية مثل معهد سيربانتيس الأسباني والمعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى. إلى جانب المحاضرات تصدر جمعية العاديات مجلة اسمها مجلة العاديات، كانت تصدر في 30ات القرن الماضي وأعدنا إصدارها في عام 2004 تحت نفس المسمى مجلة العاديات. كما تصدر الجمعية كتابا سنويا محكما في الآثار بالتعاون مع معهد التراث في جامعة حلب، وهذا الكتاب يصدر أيضا وله قيمة أثرية على المستوى المحلي والعربي والعالمي. والجمعية معروفة جيدا لدى منظمة اليونسكو، ولا يقتصر نشاطها الثقافي على مدينة حلب، بل لقد افتتحنا في المحافظات والمدن السورية 16 فرعا لهذه الجمعية في المدن الرئيسية وفي بعض المدن الصغيرة، وكل هذه الفروع تعمل بالتنسيق مع المركز الأم في مدينة حلب. لدينا أيضا بعض الأعمال المتصلة بجمعيات بعضها انقطع وبعضها مستمر، ومنها مثلا جمعية التمثيل العربي التي كانت برئاسة المرحوم محمود فاخوري، أو نادي شباب العروبة، أو النادي الآخر الذي أسسه المرحوم أحمد نهاد الفرة ويتابع حتى الآن ويقدم الأنشطة التي لها طابع ثقافي وطابع فني. طبعا الطابع الثقافي والفني متداخلان ومتوازيان. إلى جانب ذلك نلاحظ في مدينة حلب نشاطا للمواطنين الأرمن الذين يسكنون المدينة، الذين لهم أيضا جمعيات، الجمعية الخيرية الأرمنية وجمعية المعري ديكيان وغيرها، ولهم نشاط ثقافي واضح ونشاط مندمج مع المجتمع العربي في مدينة حلب إلى جانب إصداراتهم من المجلات والصحف. هنا نلاحظ أيضا أن مدينة حلب من ناحية أخرى شهدت تطورا كبيرا جدا في إصدار الصحف والمجلات في القرن العشرين، وفي بعض الأحيان بلغ عدد الصحف اليومية التي تصدر في حلب 22 جريدة، وهذا بلغ ذروته في فترة 50ات القرن العشرين، منها على سبيل المثال جريدة الحوادث، آخر دقيقة، المساء، برق الشمال، النذير، التربية، واستمرت منها جريدة الجماهير الرسمية التي تصدر حتى الآن، وتوقفت بقية الصحف. أما المجلات فأهم مجلة صدرت في حلب في القرن العشرين هي مجلة الحديث لمؤسسها الأديب سامي الكيالي رحمه الله، وهي من أهم المجلات العربية على الإطلاق، وكانت تستقطب الأسماء الكبيرة
التي تكتب فيها مثل طه حسين والزيات والتوفيق الحكيم وابراهيم عبد القادر المازني والشعراء الكبار الذين عرفتهم الساحة العربية أيضا. استمرت هذه المجلة من عام 1927 حتى عام 1959، ولدي كل أعدادها على الإطلاق، وأعتبرها كنزا معرفيا وثقافيا أعتز به كل الاعتزاز. لدينا أيضا مجلة ولكن أقل من مجلة الحديث، وهي مجلة الضاد التي أصدرها المرحوم عبد الله يوركي حلاق وهو من أصدقائي أيضا منذ عام 1931، ولا تزال تصدر حتى الآن، ولكن هي مجلة تعنى بشؤون المهاجرين في أمريكا في فنزويلا بشكل خاص، وكتاباتها موجهة إليهم، وقد كتبت فيها عشرات المرات، وصاحبها رحمه الله عبد الله يوركي حلاق أصدر مجموعة من الكتب. كنت أيضا سعيدا بأن كتبت مقدمات لبعض كتبه، وبعد وفاته تولى ابنه رياض عبد الله حلاق رئاسة تحرير المجلة، وقد توفي منذ سنة تقريبا، وخلفه ابنه أي الحفيد عبد الله ابن رياض ابن عبد الله يوركي حلاق، والمجلة مستمرة حتى الآن. لدينا أيضا مجلة الكلمة، ولدينا صحف تشبه المجلة مثل التقدم لصاحبها شكري كنيدر، ومجلات ذات طابع مدرسي أو ذات طابع جامعي تبدأ وتنتهي ولا تستمر، المهم في هذا الأمر هو الاستمرار. ننتقل إلى المنتديات الأدبية، سواء منتديات نسائية أو منتديات عامة لبعض الأدباء. من أبرز المنتديات النسائية كما ذكرت منتدى مريانا مراش التي توفيت عام 1919 أي في نصف الأول من القرن العشرين، ولها ديوان شعر مطبوع بعنوان بنت فكر موجود عندي هنا في مكتبتي طبعا، وهو طبعة نادرة عمرها أكثر من 100 سنة. بالإضافة إلى ذلك ظهرت أسماء كان لها نشاط يشبه المنتديات مثل نديمة المنقاري ومثل ثريا محي الدين، وفي النصف الثاني من القرن العشرين أيضا كان هناك محاولات، منها كتب له الاستمرار قليلا ومنها ما توقف سريعا مثل منتدى ضياء قصبجي وأديل برشيني وليلى مقدسي، والآن لدينا منتدى نسائي نشيط جدا مستمر منذ 3 سنوات هو منتدى رياض نداف الثقافي الأدبي، وقد حضرت فيه أكثر من مرة، وخاصة عن تاريخ المنتديات النسائية الثقافية في التاريخ العربي بدءا من سكينة بنت الحسين في القرن الهجري الأول مرورا بكل المنتديات لعلوى الحلبية وعليا بنت المهدي وولادة الأندلسية. وهذا المنتدى ذكرت أن دائما أن شروط نجاح المنتديات الثقافية هي 3 شروط. الشرط الأول هو الاستمرار الزمني، سواء كان الموعد ثابتا كل شهر مثلا أو كل أسبوعين أو كان غير ثابت ولكن فيه استمرارية. الشرط الثاني اختيار الموضوعات الفكرية التي تلائم والتي تعطي قدرا واحتراما للمنتدى، والشرط الثالث اختيار الشخصيات التي تحضر المنتدى سواء المحاضرين أو المستمعين. وهذه الشروط الثلاثة متحققة الآن في منتدى رياض نداف الأدبي، لذلك نلاحظ استمرار هذا المنتدى حتى الآن. على مستويات أخرى نجد منتديات مثلا عمر أبو ريشة كان له ما يشبه المنتدى
وكذلك علي الناصر وكذلك أرخان ميسر، ولدينا النادي العربي الفلسطيني الذي نعتبره منتدى ثقافيا أيضا، يشرف عليه الصديق الشاعر محمود علي سعيد، ولدينا كان المنتدى لصديقنا محمود فاخوري رحمه الله ومنتديات أخرى. لذلك هذه الأنشطة جميعا متكاملة ومتداخلة ومتناغمة شكلت الوجه الثقافي الحضاري لمدينة حلب في نهايات القرن التاسع عشر والقرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. هنا أريد أن أتوقف قبل أن أنتهي عند اسمين كبيرين جدا. الاسم الأول هو عبد الرحمن الكواكبي، المفكر العربي الإصلاحي، في كتابيه المشهورين طبائع الاستبداد وأم القرى. وكتاب أم القرى يشير به إلى مكة المكرمة ويتصور أن اجتماعا عقد فيها لأقطاب من العالم العربي والإسلامي لكي يتدارسوا سبل الإصلاح الضرورية لإصلاح الأوضاع في تلك البلاد. الاسم الثاني الذي أريد أن أتوقف عنده هو خير الدين الأسدي، هذا العلامة الكبير الذي ولد عام 1900 وتوفي 1971، وكان نائبا لرئيس جمعية العاديات حتى وفاته. أهم كتبه على الإطلاق هو موسوعة حلب المقارنة في 7 مجلدات، وفيها يوثق ويؤرخ للهجة الحلبية بكل ما فيها من أمثال ونكات وحوارات وأهازيج وغير ذلك، وهي مرتبة ترتيبا أبجديا، وتعتبر كما قال لي نجيب محفوظ رحمه الله الذي كنت أحضر منتداه في القاهرة، قال لي إن هذا العمل الذي تختص به مدينة حلب من خلال خير الدين الأسدي عمل لم تشهده أي مدينة أخرى. طبعا خير الدين الأسدي له أيضا ديوان شعر نعتبره بداية قصيدة النثر، وهذا الديوان أغاني القبة اسمه، طبع في 50ات القرن الماضي، وله كتاب فائق الأهمية عنوانه حلب الجانب اللغوي من الكلمة، يحلل كلمة حلب والأسماء القديمة لحلب مثل بيرويا ومثل أرمان ومثل حلابو وحلباس وحلبون إلى آخره، ويخلص إلى نتيجة أن الاسم مركب حل لب أي مكان التجمع، حل معناها أقام أو نزل، ولب أو لب معناها المركز، ولذلك اكتسب الكتاب أهميته من ذلك، إلى جانب كتب أخرى في مجال اللغة مثل أيسى وليس، مثل يا ليل، مثل قواعد اللغة العربية. هذان الاسمان الكبيران مع عمر أبو ريشة الثالث يمثلون الوجه الثقافي النقي الكبير المشرق لحلب في القرن العشرين. وتبقى طبعا مدينة حلب تقدم الأدباء تلو الأدباء، وهي حالة لا تنتهي، وقد عرفت في تاريخها أعظم تجمع ثقافي عربي في بلاط سيف الدولة الحمداني في القرن 4 الهجري 10 الميلادي.